مريم. الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. إن القلب حائل. الحقيقة يعني خرج لي من قلب الذاكرة قول جميل نسيت قائله، لكنه جميل وأعجبني وهزني، كأنني أقرأه وكأنني أستحضره لأول مرة. يقول هذا القائل لله ضره: من أحبك نفاك، ومن أبغضك أغضك، وليس من علامات المحبة، ومن علامات المحبة أن تبغض عدو حبيبك، ومن علامات المحبة أن تبغض عدو حبيبك. من أحبك نهاك، ومن أبغضك أغضك، ومن علامات المحبة أن تبغض عدو حبيبك. يعني كلام زي ما الإنسان بيعبر يقول أنه سبيك الذهب. النبي عليه الصلاة والسلام لما بعثه الله سبحانه وتعالى جاء فخالف كثيرا من أهواء الناس، وكذلك تجد الشريعة الغراء في كثير من مسائلها على خلاف أهواء الناس، إنما جاءت لتقيم الناس على طريق الحق الذي يحبه الله سبحانه وتعالى ويرضاه لعباده، وأنزل الكتب لأجله، وبعث الرسل لتحقيق هذا. فالنبي عليه الصلاة والسلام نهاهم عن كثير مما كانوا يفعلونه وكانوا يحبونه، ودي من علامات المحبة. الذي يبغضك يبغضك أن تفعل ما يضرك، والكلمة الأخيرة تحقيق لمعنى الولاء والبراء. فقلت في نفسي: لا أتكلمن اليوم بكلام هو مكرر وأعدته، لكن إعادته مرة أخرى لا سيما إن كان له مقتضى يزيد من فهمه وتعقله. أتت سور قصص الأنبياء في القرآن المجيد متعددة وكثيرة، كل قصة نبي لا سيما من أولي العزم من الرسل تكررت أكثر من مرة في القرآن. ليه؟ لماذا يتكرر قصة الأنبياء في القرآن؟ قال الله عز وجل: وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. كل جاء مقتضى، نزلت الآيات حتى لو كانت قبل ذلك، لكن كل مجموعة من الآيات تكررت في قصة النبي لابد أن يكون بينها وبين ما نزل قبل ذلك لابد أن يكون هناك في معنى إضافي، مش تكرير 100%، لا، قد القصة تكون واحدة وتعبر بألفاظ مختلفة. الألفاظ دي بتؤدي معاني جيدة، لأن الألفاظ ساعات في لفظ واسع يحتمل عدة معاني، وساعات اللفظ يكون ضيقا لا يحتمل إلا معنى واحدا.
فتكرير المسألة، تكرير الوعظ، تكرير المعنى، هذا ضرورة لا يعرفها ولا يعرف قيمتها إلا من جرب مخالطة الناس. فمن أكثر المعاني التي تكلمت عنها معنى المحبة، وقلت إن المحبة مركب لا يضل راكبه أبدا، والرجل الذي يتحرك بالحب ينتج بل يبدع ويشعر بأي كلفة في عمله. الذي يشعر بالضيق والإرهاق في العمل والضر غير المحب. أما المحب فلا لحبيبه سيئة، وكانوا يقولون إذا رأيت في حبيبك عيبا فليست محبتك كاملة. ولذلك الذي يحب لذاته هو الله عز وجل وحده، الذي يحب لذاته. أما البشر ومنهم الأنبياء يحبون لمحبة الله إياهم، وأنه اصطفاهم وكملهم وجملهم. إنما الذي يحب لذاته هو الله عز وجل وحده لأسمائه الحسنى وصفاته العلى تبارك ربنا وعلا. كلما الإنسان يقترب مما أراده الله منه سبحانه وتعالى كلما استحق المحبة، يعني تكمل صفاته كلما اقترب من معين الوحي. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم هو قبة الفلك بالنسبة لبني آدم، اصطفاه الله عز وجل وكمله وجمله، واستخرج جبريل عليه السلام العلقة التي هي للشيطان من قلبه صلى الله عليه وسلم، فصار كله خالصا لربه عز وجل. عبادة الله سبحانه وتعالى هي أعلى درجات الحب. في كتاب روضة المحبين لابن القيم رحمه الله ذكر الدرجات التي يتلقى المرء فيها حتى تكتمل محبته، فذكر منها الوجد والشوق والومق والعشق، وفضل يترقى يترقى، تقريبا ذكر 60 يعني درجة من درجات الحب ينبغي للعبد أن يتلقى حتى يصل إلى قمة الحب. فقد دهشت لما قرأت هذا الكتاب قديما أن أعلى درجات الحب باتفاق العشاق هي العبودية، هي العبودية أعلى درجات الحب العبودية. وكان زمان لما يبعثوا البنت تبعت الولد جواب، ولا الولد يبعت البنت جواب، يقول له يقول له أنا بعبدك، أو هو يقول لها أنا بعبدك. والكلام ده كان متكررا، وكنت زمان لما كنت في أول إعدادي ولا حاجة أمر على الجماعة اللي بيبيعوا كتب وكده، فكان في حاجة اسمها رسائل حب زمان زي كتاب الجيب قد كده، عشان أي واحد بيحب بنت ولا حاجة ولا أي بنت تحب ولد ما بيش عارفين يعبروا عن مشاعرهم والكلام ده، فيقوموا يسرقوا يعني أو ينقلوا من هذا الكتاب أو يكتبوا جوابات لبعض. فكنت ألاحظ في تقريبا في معظم هذه الخطابات أن عبارات أنا بعبودك دي، وما كنتش فاهمها خالص يعني، ولم أفهمها فعلا إلا عندما قرأت كتاب ابن القيم إلى روضة المحبين، وعلمت أن أعلى درجات الحب هي العبودية. لما نرجع لمعنى العبودية، هو ألا يكون لك مع حبيبك إرادة. أول ما يبقى لك إرادة مع حبيبك يبقى نقصت محبتك. يعني ينبغي أن تكون مع حبيبك كالمريض بين يدي المغسل. هذا معنى الإيه؟ معنى الكلام. أرجو أن لا يفهم أحد أن دي معناها إلغاء العقل، لأن الله عز وجل ميز ابن آدم بالعقل، وبالعقل المجرد من الأهواء يصل المرء إلى درجة العبودية. أعرف أن العبودية هي درجات المحبة،
هذا الكلام الذي أقوله ألا يكون لك إرادة مع حبيبك، هذا هو محض العقل الصحيح. قال الله عز وجل: ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم. ولو أنهم فعلوا ما يرضون به، أي ألغى إرادته كاملا وحظ نفسه. ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم، مين اللي ممكن يقتل نفسه؟ ده الإنسان يعني بيكذب وينافق ويقول غير الحق حتى يقتل، حتى ينجو بنفسه، ورخص له الشرع الشريعة، رخصت له الشريعة الغراء أن يتكلم بمثل هذا. لكن أنا بس يعني ما بتكلمش الآن في المسألة كحكم شرعي، أنا عايز أوضح بس المعنى. كل إنسان يشح بنفسه، فيش حد يروح يعني يقتل نفسه ولا ينتحر ولا الكلام ده إلا إذا كان مغيب العقل. تخرج من دارك، تترك الدار التي تؤويك وتطلع بر، تعيش في الصحراء مهاجر مثلا، وتفر بدينك من الفتن، لأن وجود السكن يرادف الأمن. طول ما أنت في سكنك، طول ما أنت آمن، تطلع برا السكن تبقى خائف، يبقى لا سكنك وأنت خائف في نفس الوقت، ودي ما فيش حد يحبها أبدا ويرجوها. فربنا عز وجل بيقول: لو أمرناهم أن يتركوا حظوظ أنفسهم ويستسلموا لإرادة الله عز وجل استسلاما كاملا. وضر لهذا مثلين: مثل الأول أن يقتل نفسه، والمثل الثاني أن يخرج من داره. قال الله عز وجل: ما فعلوه إلا قليل منهم، يعني حظ النفس والهوى يغلب الأمر الشرعي. ثم بيّن ربنا سبحانه وتعالى أنه لو امتثل لهذا لكان خيرا له، ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به، أي من قتل النفس والخروج من الدار، لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما وهديناهم صراطا مستقيما. يبقى من علامات المحبة ألا يكون لك إرادة على خلاف مراد حبيبك، ويرتقي العبد ويأخذ درجته على حسب هذا المعنى. وأول شرك وقع في الأرض هو شرك المحبة. إذن المحبة زي ما احنا بنقول هو توصل العبد إلى العبودية، والعبودية ترك مخالفة الأمر، والسرعة في فعل الواجب، كما قال موسى عليه السلام لما أخذ 70 المصطفين من قومه إلى ميقات الله سبحانه وتعالى. سبقهم موسى عليه السلام، قال الله عز وجل له: وما أعجلك عن قومك يا موسى؟ قال: هم أولئي على أثري وعجلت إليك رب لترضى. أنا عجلت وكنت واسع الخطو في مرضى في أوامرك لترضى عني. هذه العبودية اللي احنا بتقول لها أعلى درجات الحب من وصل إليها، فقد وصل إلى أعلى درجات المحبة، ولا يكون للمرء حظ نفس فيها. يعني أي درجة من درجات الحب بعد العبودية يكون للمرء حظ نفس فيها؟ الوجد والعشق والوقار وكل أنواع المحبة التي تسبق العبودية، للمحب حظ نفس في محبوبه، يريد أن يبادله حبا بحب، بخلاف العبودية ليس له حظ نفس إلا ما يريد حبيبه. وهو الفرق. يعني خلي لو إحنا حبينا نطبق مثل المسألة دي في الأرض مثلا على مستوانا، مستوى البشر، واحد بيحب واحد والتاني ما بيحبهوش، بيمل أو يشتكي العذاب
أو يشتكي الفراق ويبقى عايز حبيبي وقدامه على طول وله بصفة دائمة ويستمتع بوصاله وقربه. افترضنا الحبيب ده جلف مثلا ها وما عندوش ألفاظ جيدة والكلام ده هو وبدأ يشتم الطرف الثاني أو يحطه منه سكره وسوف تتحول هذه المحبة إلى بغض. ليه؟ كأنه فيه حظ نفس فلم يجده لأجل هذا أبغضه ها؟ فكل مرتبة من مراتب الحب التي هي دون عبودية للمحب حظ نفس أو للمحب حظ من محبوبه. لم يجد هذا الحظ ممكن يزهد في إيه؟ يزهد في محبوبه. لكن إذا وصل إلى درجة العبودية لا يضره أبدا ما يأتيه من حبيبه حتى لو كان سوءا. وفي هذا أشعار كثيرة يعني يمكن أعتقد أن كثير حفظوها من خلفي بسبب كثرة تردادها في هذه المعاني. كما يقول أبو الشيص: وقف الهوى بي حيث أنت فليس لي. وده كلام إيه؟ كلام بني آدمين مع بعض يعني. وقف الهوى بي حيث أنت فليس لي متأخر عنه ولا متقدم. وأهنتني فأهنت نفسي جاهدا ممن يهون عليك ممن يكرم. أشبهت أعدائي فصرت أحبهم إذ كان حظي منك حظي منهم. أجد الملامة في هواك لذيذة حبا لذكرك فليلومني اللوام. دي العبودية التي لا تكون إلا لله عز وجل. يقول: ده أنا لمجرد إنهم يذكروا اسمك بس إن بيك ببقى شعر بلذة أن اسمك ذكر حتى لو كان في سبي يعني ها لو حتى لو كان في سبي يعني كما قال القائل: ولو قيل طأ في النار المحب حبيبي يعني لو قال لي حط رجلك في النار ولو قيل طأ في النار أعلم أنه مدن لنا من وصالك لقدمت رجلي نحوها فوطئتها سرورا لأنك قد خطرت ببالك. إن كنت مسرورا لهجري فإني من سرورك في سروري. هو ده الانفعال اللي أنا بقول حقيقة المحبة ودي مش موجودة إطلاقا من إنسان لإنسان. وإذا قدمها إنسان لإنسان يبقى في شرك المحبة لأن كل إنسان له سقف الذي ينبغي أن يعطى لله عز وجل لا يجوز أن يعطى لبشر من البشر إطلاقا ولا للأنبياء ولا للملائكة. إنما العبودية المطلقة اللي هنتكلم عنها دي ألا يكون لك إرادة قط لا تكون إلا لله عز وجل أو لمن اصطفاه الله عز وجل وأمرك أن تطيعه فيما أمرك به زي الرسل مثلا. النبي عليه الصلاة والسلام لما كان بيأخذ العهد والميثاق على يعني الصحابة الذين يبايعونه كان يقول: تبايعوني على الطاعة في المنشط والمكره. أي تطيعني في النشاط وفي الكسل. طيب الطاعة في النشاط دي ماشي معروفة، أنا عندي إرادة ممكن لو أمرتني بأمر بيبقى منبعث على طول علشان إيه أؤديه. طب لو أنا كسلان بقى مش عايز أشتغل وأنا أريد أن أنفذ هذا الأمر، يجب عليك أن تنفذه. ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي أمرك به، ولا يأمر النبي صلى الله عليه وسلم شيء إلا إذا وافق مراد الله عز وجل. لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو المتكلم عن الله تبارك وتعالى. ففي الكسل
وفي هذا الخمول النفسي يبقى لابد أن تنبعث وأن تنفعل للأمر، زي ما حصل مثلا في غزوة الأحزاب. غزوة الأحزاب احنا عارفين انها كانت يعني في برد شديد جدا، وكانت الريح قوية، والنبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يبعث عينا أي جاسوسا على قريش ليتسمع ويعرف أخبارهم وما ينتون فعله. الحديث في صحيح مسلم وعند آخرين، يعني رواه مسلم وغيره. ومن عادات التي تعودت عليها أنني إذا أردت أن أتكلم في حديث ما أجمع طرقه كلها وأعرف ألفاظها وأسبك الألفاظ كلها في سياق واحد، وقد أعزو هذا السياق لواحد من المخرجين كمسلم مثلا. فقد يجد بعض الناس كلاما في الذي قلته ليس في صحيح مسلم، فيقوم يقول لي مثلا أو قد يتعقبني يقول هذه اللفظة أو هذه الجملة ليست في صحيح مسلم. أنا لا أقصد وأنا أتكلم لا أقصد المعنى الذي أرعيه وأنا أكتب التخريج. أنا لو كنت أخرج الحديث في أوراقي فلابد حينئذ أن ألتزم بقوانين أهل العلم في الرواية، فيما يتعلق بالرواية لابد أن أنا أبين الألفاظ ومن الذي روى هذا اللفظ الفلاني ومن الذي تابعه عليه ومن الذي خالفه في اللفظ ومن الذي ذكره ومن الذي أسقطه. الكلام ده لما كنت أنا أكتب بحثا علميا، لكن عندما أتكلم ممكن أقول لك وأخرج مسلم في صحيحه وهم أيل الرواية اللي أنا لمتها من عدة روايات في خارج صحيح مسلم. فأرجو أنا أنبه طبعا على هذا حتى لا يتعقبني أحد بأن اللفظة دي ليست في صحيح مسلم أو كذا. أنا أقصد متن الحديث عموما، وقد أكتفي كما قلت بأهل المخرجين. يعني الحديث ده مثلا ممكن يكون موجود عند الطبراني، ممكن يكون عند ابن حبان، لكن أنا ما أقدرش أقول أخرج ابن حبان وأقول الحديث وهو في صحيح مسلم، لأن هذه تعتبر خطيئة عند علماء الحديث أن يكون الحديث في الصحيحين ثم تعزوه إلى غير الصحيحين، لأن العزو إلى الصحيحين إعلام بالصحة. ها؟ ده حتى لما يكون الحديث في البخاري ومسلم وتعزوه لمسلم فقط برغم أنه يعني أحد الكتابين، العلماء يعدون هذا إيه؟ تقصيرا. هذا الحديث كما قلت رواه مسلم وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يرسل عينا على قريش. من شدة البرد الصحابة بعض الصحابة حفروا لأنفسهم حفرا ودخلوا في الحفر دي وردموا عليه على جسمهم علشان طلبا للدفء يعني. ودي طبعا لمن يعرف جلد الصحابة وحياة الصحابة يرى هذا أمر مستغربا. يعني يمكن اللي بيروحوا يحجوا مثلا في عز الحر في شهر 8 مثلا أو الكلام ده، يعني الدماغ تكاد تغلي من الحر، بيبقى مش عارف يعني لا يمشي ولا عارف يعبد ربنا، وفي تكييف صحراء وفي الخيمة ساعات، وساعات يبقوا الجماعة اللي هم بيحجوا بمئة ألف ومئة وخمسين ألف والكلام ده، ويجيب يعني خيمة مخصوص وتكييف مش صحراء بدور بالقش والمية والكلام ده، لا حاجة بقى تمام يعني، والسرير بقيل من المخدة بتاعته من ريش النعام والمرتبة مش عارف ايه والكلام ده عشان يعرف يحج. الصحابة بقى مش كانوا بيحجوا بس وكل واحد يروح لبلاده الباردة ولا البلاد المعتدلة، لا الصحابة كانوا عايشين في هذا الحر الشديد وحياتهم كلها في الحر ده، وبيمروا البرد ده وبرضه بيمارسوا حياتهم بصورة طبيعية. ايه اللي حصل عشان صحابي من شدة البرد لا يحتمل هذا البرد فيدفن نفسه في حفرة طلبا للدفء؟ ده هذا يدلك على ايه؟ على ان البرد لا يحتمل، ان البرد لا يحتمل. المهم النبي عليه الصلاة والسلام قال من يأتيني بخبر القوم وهو معي في الجنة؟ ده كان أقل من كده، كانوا كلهم يقفزون وكله بيتسابق، لأن كلمة هو معي في الجنة يبقى ضمنها. فمين اللي ما يقومش؟ ما فيش حد قام، مع ان النبي صلى الله عليه وسلم يقول ايه وهو معي في الجنه. ده الواحد اللي عرف انه هيتشوي بنار الدنيا مثلا، بس في الاخر ياخذ من المعصوم مثلا خبرا
أنه سيكون في الجنة يستنطر الصبر من الله عز وجل ويحرق بالنار بس عشان يدخل الجنة، لأن الذي بشره بها كلامه رد، يبقى داخل الجنة 100%. أول ما قال كده مفيش حد أما كرر الكلام، من يأتيني بخبر القوم وهو معي في الجنة، وحد كررها لثالث مرة. حذيفة بن اليمان روى الحديث بيقول إيه، فلما قبل ذلك تقاصرت، استخبى نزل جسمه في الحفرة أكتر عشان يدفع فصل مين، يدفع فصل بقية الصحابة فما يشوفوش وقلوش تعالى. قال فتقاصرت ودخل جوه الحفرة شوية عشان إيه يعني ما يبانش إلا دماغه بس، خشية أن يقول له قم. فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم قم يا حذيفة. يقول حذيفة ولم يكن من طاعة الله ولا طاعة رسوله بد. هو شوف ده تفعيل مبدأ سمعنا وأطعنا، ما يقدرش ولا النبي صلى الله عليه وسلم قال له اطلع يطلع. قم يا حذيفة، قال ولم يكن من طاعة الله ولا طاعة رسوله بد. فقمت فقال ائتني بخبر القوم ولا تذرهم علينا، يعني ما تهيجهمش علينا بأنك ترتكب أي مثلا عمل أو الكلام ده وتنبههم والكلام ده. ثم دعا لي قال فكأنني أمشي في حمام، حمام دافئ يعني، ألا فين البرد اللي كان شاعر بيه وكان دافئ نفسه علشان يطلب الدفء؟ لا، الآن لما دعا له النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه، كأنني أمشي في حمام. لما ذهب إلى معسكر المشركين وكان الريح شديدة جدا في معسكر المشركين، وبر معسكر المشركين ما فيش ريح، لدرجة أن حذيفة قال كانت الحجارة تصطك ببعضها، يشوف حجر الجبل من شدة ريح بيطير كأنه زي الريشة كده والحجارة تخبط في بعضها. ومن شدة البرد رأيت أبا سفيان يصطلي، يصطلي يعني مد ظهره يعني أشعله نارا ومد ظهره للنار طلبا للدفء. شاب أبو سفيان بقى بشحمه ولحمه أراد أن يخرج إيه سهما من كنانته وفي كبد القوس والديل واحدة في ظهره، فتذكر وصية النبي عليه الصلاة والسلام قال له إيه لا تذعرهم علينا. رجع حذيفة بن اليمان يمشي في حمام أيضا، وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام بما رأيه، يعني أعطاه تقريرا كاملا عن حالة قريش في هذه الليلة. بمجرد ما حذيفة أعطى التقرير للنبي صلى الله عليه وسلم جاءه البرد، أي تكتك زي ما احنا بنقول يعني من شدة الإيه؟ من شدة البرد. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما رآه كذلك أعطاه عباءته فتدفى بها، فشعر بهذا الدفء رجع له الدفء بقى تاني. قال فنمت حتى أصبحت، فجاءني النبي صلى الله عليه وسلم فأيقظني وقال لي قم يا نومان. الشاهد أن تبايعوني على إيه؟ على الطاعة في النشاط والكسل في كل أحوالك. إذا أمرت بأمر لابد أن تنبعث، سواء كنت نشيطا لهذا الأمر أم كنت غير نشيط له. الباعث على أن يفعل المرء الشيء وهو غير منبعث أي غير نشيط هو المحبة. إن القلب حائل. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين. يا رياح الخير جودي بالبشار، وأريح القلب إن القلب حائل، وافتحي للعلم بابا داعبي من الخواطر والمشاعر، حدثي
يحكي عن أهل البصر يا رياء. جاءت إليكم كيلو بطل من الزمن البعيد بسر التركيبة الملكية لنعومة وإطالة الشعر دهان أوصف أشاد به كبار الأساتذة والمتخصصين في مصر والعالم. مجموعة الزيوت اللي عملت منها كيلوباترا